للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلي مباشرة على الهواء دكتور محمود الأفندي، هو الأكاديمي والباحث السياسي من موسكو. دكتور محمود، كل تحياتي. يعني ربما هذا تطور لافت بشكل أو بآخر أن تجري وسيلة إعلام أمريكية أو صحفي أمريكي لقاء مع الرئيس الروسي، لكن بوتين أراد إرسال رسائل بعينها، أراد تأكيد على عدد من الأمور، لكن هل ترى أنها مقدمة لمرحلة سياسية جديدة في التعامل مع الغرب؟ أول شيء سيد أوقاتك سيد الكريم والأخوة المشاهدين. طبعا اللقاء كان نادر من نوعه، بخصوصا أن هناك كان حظر من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية أن يقوموا بلقاء مع الرئيس بوتين منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. كان هناك حظر بشكل كامل وعزل. الصحفي تاكر كارلسون استطاع أن يعني يخرق هذه التعاليم، ونرى النجاح الباهر لهذا اللقاء في ما يسمى أمام الشعب الأمريكي. يعني حتى الآن في كل دقيقة تضيف المشاهدات 500 أو نصف مليون مشاهدة. حتى الآن منذ البدء وصلنا إلى رقم 92 مليون مشاهدة على منصة إكس، على منصة واحدة وهي تويتر سابقا. هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية أو الشعب الأمريكي أو الشعب الغربي يريد أن يعرف الحقيقة كاملة ويسمع من الطرفين وليس من طرف آخر. وهذا برأيي خسارة إعلامية كبيرة لمؤسسات الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسسات الغربية بعزل بوتين وإعطاء الحقيقة من طرف واحد وليس من الطرفين، ودليل على أن الشعب الأوروبي والأمريكي متعطش لمعرفة الحقيقة. لذلك نرى هذه المشاهدات العديدة، وبدأ يعني الآن يظهر بعض النتائج أنه أصبح لقاء العصر. يعني هذا أمر مهم جدا، من أهم اللقاءات السياسية. الرسائل كانت عديدة، كان يعني أوضح الرئيس بوتين، كان يعني اللقاء كان توضيحي وله أيضا رسائل سياسية. التوضيح كان لسبب العملية العسكرية، لماذا قامت العملية العسكرية، وأهم شيء أن وصل يعني أوصل الحقيقة للشعب الأوروبي والأمريكي أن هذه حرب أهلية، الروسي يحارب روسي. يعني ليس هناك أوكرانيا، وعبر التاريخ لا يكون هناك وجود لدولة أوكرانيا بينما هي روسيا. ودليل على ذلك يعني أهم الدلائل ظهر اليوم عندما عين الرئيس الأوكراني قائد القوات العسكرية ألكسندر سيرسكي، عينه قائد العام القوات المسلحة وهو روسي ولكن خائن، وأخته أمه وعائلته تعيش في فلاديمير، مدينة فلاديمير بعيدة عن موسكو على فكرة حوالي 150 كيلومتر. يعني تصور هذه حرب أهلية، وصلت هذه الرسالة أعتقد إلى الغرب. نعم، يعني هذا بوتين وفي إطار رسائله، وإن كانت تتنافى مع النظام العالمي أو النظام الدولي، لأن أوكرانيا دولة لها استقلالها على يعني ولها شخصيتها السياسية المستقلة. لكن دعني أسأل حضرتك، هل هذا فعلا تطور في علاقة بوتين بالولايات المتحدة أو بوتين بالغرب بشكل أو بآخر؟ دعني أعقب على سؤالك. أول شيء أعقب على تعقيبك. تفضل. أنت تقول أن أوكرانيا هي ليست دولة مستقلة، ولكن عندما استقلت أوكرانيا أصدر الرئيس بوتين في لقاءه مع تاكر كارلسون أن في حال استقلالها كان هناك شرط أساسي وميثاق في استقلال أوكرانيا، أن تكون دولة محايدة وليس تقف بالصراع أمام روسيا. وخرقت الولايات المتحدة الأمريكية وحاولت إدخالها بحلف الناتو منذ عام 2008، وذكر بالأسماء والوسائل. نعم، هذه هي العلة. نعم يا دكتور. نعم، يعني نعم. لذلك أما أجيبك، يعني بالنسبة لي الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد بشكل أشكال أن تظهر، لا تظهر حقيقة ولا تظهر. يعني هو ذكر بالأسماء، ذكر أسماء الرؤساء، ذكر أسماء والرؤساء، وأظهر الخلاف في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أعطى رسائل، هي كانت رسائل للشعب الأمريكي أكثر من السياسة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي فعليا يعني يقرر قرار، والحاكم في أمريكا فعليا هو CIA. أعطى عدة أمثلة، وأكد الصحفي الأمريكي أن كل ما يقوم قرار الرئيس الأمريكي ينفيه CIA ويغير قرار، وأعطى عدة أمثلة على ذلك. يعني منذ إدخال مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية للإرهابيين في القفقاز، الشيشان الذي حاربوا روسيا، بالإضافة إلى محاولة إدخال روسيا بحلف الناتو. يعني كان هناك دولة متعددة القرارات داخل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هناك أعطى للشعب الأمريكي معرفته الدقيقة بالدولة العميقة الأمريكية، يعني معرفة الدقيقة بالدولة العميقة، هذا أمر مهم جدا. لذلك هذه ليست رسائل، ولكن كشف إصرار الولايات المتحدة الأمريكية أمام الجميع. هذا أمر مهم جدا. يعني ليس كان هناك أي، أنا في رأيي تابعت اللقاء من أول لآخره،
اعطى عده رسائل انه مفتوح للولايات المتحده الامريكيه ومستعد للحوار، وحاول عده مرات ولا زال يحاول، ولكن هذه تعرفه قيادة الولايات المتحده الامريكيه انه في زال اتصال قائم بين الدولتين، ليس هناك انقطاع دبلوماسي، ليس هناك انقطاع امني، دائما اتصالات مباشره ولكن ليس على مستوى الرؤساء. ولكن نقول ان الرئيس بوتين اعطى رسائل معينه للاداره الامريكيه، هي تعرف كل شيء، ولكن الرساله كانت واضحه، هي اتجه للشعب الامريكي واعطاء ما يسمى كشف البصر عن الشعب الامريكي لما يحصل في المتحده الامريكيه. يعني انا في رايي خاص انا طبعا، هي دعايه انتخابيه اكثر ضد بايدن، يعني هذا امر مهم جدا، ضد الرئيس بايدن، ضد سياسه بايدن في المنطقه، ضد السياسه الديمقراطيه بشكل كامل. اعتقد ان هذه اللقاء هو كان دعايه انتخابيه لمصلحه الجمهوريين، واعطت الان نتائج، ترى كيف ترحب الان الحزب الجمهوري، يرحب الان بما قاله الرئيس بوتين، بعض اعضائه، بعض السيناتر، حتى محافظ تكساس قام بتعليق قبل قليل وكتب على تويتر ان يجب ان بايدن يتعلم من بوتين كيف يكون وطنيا ويعلم مصلحه البلاد، هذا امر مهم جدا. لذلك انا في رايي ان هذا هو اتجاه انتخابي ما يسمى لدعم الجمهوريين ودعم الرئيس ترامب بالذات، لانه بالفعل اعطى عده نقاط، عندما قال عندما يقف توريد السلاح الى اوكرانيا من الولايات المتحده الامريكيه ستنتهي الحرب في عده اسابيع، يعني هذا يطابق كما قاله الرئيس ترامب، عندما يقف توريد السلاح انا اسال الحرب ستنتهي بعده اسابيع وستقف المعركه وسينتهي ما يسمى خطر الحرب العالميه الثالثه او خطر الحرب النوويه، هذا امر مهم جدا. لذلك انا في رايي هو ليس لقاء، هو لقاء اعلامي وليس لاعطاء رسائل سياسيه، ولكن بنفس الوقت كشف كل شيء عن الاوروبيين، يعني اعطى امر مهم جدا لما يسمي الرئيس بوتين قيادي الاوروبيين ان كانوا المان او فرنسيين او بريطانيين بحدائق الاطفال، يعني باطفال صغيرين سماهم ان اللعب معهم كما اللعب في حدائق الاطفال، يعني اوصل للمشاهد الغربي ان كل هذه الدول ما يسمى هي خاضعه للولايات المتحده الامريكيه، والولايات المتحده الامريكيه محتله سياسيا هذه الدول. بالاضافه اعطى ايضا رساله اخرى ان لكل ان ليس هناك حلف ناتو، هناك الولايات المتحده الامريكيه هي من تقرر كل شيء عن حلف ناتو، وعدد عده امثله على ذلك منذ 2002 حتى الان. هذا يعني ان الرئيس بوتين كشف كل الاوراق الاعلاميه الموجوده لديه، اوضح رؤاه، يعني كما يقول الامريكان هي ميكس هيمسيلف كلير. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود الافندي من موسكو، حدثتني هو الاكاديمي والباحث السياسي، جزيل الشكر لك.